أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد سفيركم. استقبل الملك محمد السادس بحر الأسبوع الجاري رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البلد. وحسب بلاغ الديوان الملكي فإن هذه الزيارة تندرج في إطار استمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقة الثنائية والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين الملك ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل 2022 والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين. ووفق المصدر الذاتي فإن هذه الدينامية تتواصل بشكل يبعث على الارتياح وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والطموح وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات. وفي سياق متصل، جدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز التأكيد على موقف بلاده الثابت من مغربية الصحراء والذي تضمنه اتفاق أبريل سنة 2022 الذي يعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية هذا الملف. وخلال هذا الاستقبال أكد الملك وبيدرو سانشيز على الآفاق المتفردة للتعاون المفتوح أمام البلدين الجارين والتي يمثل التنظيم المشترك مع البرتغال لكأس العالم لكرة القدم 2030 رافعة إضافية لتعزيزها. كما أعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن إشادته وتأكيده على اهتمام إسبانيا بالمبادرات الاستراتيجية التي أطلقها الملك، خاصة مبادرة البلدان الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والمبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل للمحيط الأطلسي وكذا أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا المغرب. وفي خبر آخر، أكد مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعديل الحكومي غير وارد في الظرفية السياسية الحالية. وأضاف بيتاس في الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش أن هذا الإجراء عادي يتم حين تتوفر الظروف. وأشار بيتاس إلى أن هذا التعديل الحكومي لم يناقش داخل المجلس الحكومي وله فضاء آخر يمكن مناقشته في حال تم طرحه أي داخل الأغلبية الحكومية. وفي السياق المتصل بالعلاقات المغربية الفرنسية، أكد موقع أفريكا انتليجنس القريب من صناع قرار الإليزي عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني مرتقبة إلى المغرب في 25 من فبراير الجاري في سياق عودة العلاقات المغربية الفرنسية إلى سكتها الطبيعية. ومن المقرر حسب المصدر ذاته أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسية الجديد بنظيره المغربي ناصر بوريتا بعد عدة أشهر من العلاقات المتوترة بين البلدين. كما أن من شأن هذه الزيارة أن تعيد إلى الواجهة إطلاق زيارة إيمانويل ماكرون المخطط لها إلى المملكة. ويأتي الإعلان عن الزيارة المرتقبة إلى المغرب بعد ظهور مؤشرات إيجابية حول التقارب الكبير بين الرباط وباريس، خاصة بعد الاستقبال الذي حظيت به الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء من قبل بريجيت ماكرون بالإليزي. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حصاد هذا الأسبوع. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.